لمزيد من المتابعة انضم إلينا من النصر أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب. يعني دكتور سهيل، التبعات التي ستترتب على حظر الكنيسة الإسرائيلية لأنشطة وكالة أونروا برأيك؟ تحياتي لك بداية وللمتابعات والمتابعين. هذا القرار هو يندرج ضمن لائحة اقتراحات قرارات يريدها نتنياهو تمريرها بالكنيسة، بحيث يكون لها طابعين. الطابع الأول طابع الرفض القطعي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية أو حل سياسي مع القضية الفلسطينية، والأمر الثاني الذي يريده هو منع أي شيء من الممكن أن يدعم إمكانية بقاء القضية الفلسطينية حية في الوجدان الجماهيري، سواء للشعوب العربية وسواء للعالم أجمع. وهذا يندرج، هذا ليس القرار الأول، دعني أقول أن هنالك كان قرارا قبل عدة أشهر، شهرين على ما أظن، بمنع قيام دولة فلسطينية، وحصل على 110 أعضاء كنيسة ضد إقامة دولة فلسطينية. فقط 10 أعضاء الكنيسة العرب هم الذين صوتوا ضد، وهذه المرة 92 من الأعضاء الكنيسة صوتوا إلى جانب حظر الأونرا، بينما فقط 10 أعضاء الكنيسة العرب هم الذين وقفوا ضد هذا القرار. ماذا أردت أن أقول؟ أردت أن أقول أن الاتجاه السائد كيفية تجنيد المجتمع الإسرائيلي أكثر وأكثر ضد أي حل سياسي للقضية الفلسطينية بمسار محاولة القضاء على هذه القضية. النقطة الثانية وهي أن هذا القرار بهذه كمية التصويت لصالحه تعتبر بمكان معين تعبير عن انزياح المجتمع الإسرائيلي، وليس فقط القيادة الإسرائيلية، نحو اليمين ونحو الفاشية ونحو العنصرية. لماذا أقول ذلك؟ لأن هذا القرار لم يتم اتخاذه فقط بأصوات الائتلاف الحاكم، ولا حتى بإضافة بعض الأصوات الإضافية من اليمين الموجودين بالمعارضة، وإنما حاز على تقريبا مجمل أعضاء الكنيسة الإسرائيليين بهذه الحالة. وهذا الأمر يدعو إلى القلق لما هو قادم، أن المجتمع الإسرائيلي ذاهب أكثر إلى اليمين، أكثر إلى الفاشية، أكثر إلى الدولة القومية الاستيطانية التلمودية والعنصرية. وهذا أمر يجب أن يقلق ليس فقط الداخل الإسرائيلي، وإنما يجب أن يقلق مجمل الإقليم ومجمل العالم. النقطة الثالثة نعم. طب دكتور سهيل، أحد المواقع الأمريكية كشف أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز عرض مقترحا لوقف إطلاق النار. هل تعتقد أنه هذا الوقت مناسب لقبول أي مقترح للتهدئة؟ برأيي الوقت مناسب جدا، ورأيي أن الوقت مناسب منذ مدة. علينا أن نعرف أن كانت هناك 4 إمكانيات للوصول إلى تفاهمات، وكان يمنع ذلك نتنياهو وحكومته المرة الأولى بـ5 أيار، عندما قدم الجانب المصري مقترحا باسم الوسطاء، قبله الجميع بما في ذلك حماس، ورفضه الإسرائيلي، ورفضه نتنياهو وحكومته. المرة الثانية بـ2/7 كذلك الأمر بعد قرار مجلس الأمن وخطاب بايدن وما إلى ذلك، أيضا نتنياهو منع ذلك. المرة الثالثة بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، وكانت هناك إمكانيات مؤاتية لوصول لأي شيء، نتنياهو أراد المزيد والمزيد من الانتقام وإطالة الحرب. والمرة الرابعة بعد مقتل السنوار، وكانت هناك إمكانيات كبيرة وما زالت بمثل هذه الأمور. المسألة ليس بالإمكانيات ولا بالظروف المؤاتية، الظروف مؤاتية على الأقل رسميا منذ 5 أيار
حتى الآن. من قام بمنع ذلك نهائيا هو نتنياهو، البرهان على ذلك أن أحد الشخصيات من أعضاء وفد التفاوض الإسرائيلي قد استقال. رئيس الشباك لم يرد أن ينضم إلى المباحثات في الدوحة. مكتب نتنياهو صرح صباح اليوم، أصدر بيانا ينفي به أن يكون هنالك مقترحا مصريا موجود على الطاولة، والجميع يعرف أن الجانب المصري قد قدم مقترحا. ما أردت أن أقوله أن الأمور مؤاتية والمانع لذلك معروف وواحد ووحيد، هو حكومة نتنياهو ومجموعته الفاشية اليمينية. نعم، أشكرك الدكتور سهيل دياب أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا مباشرة من النصرة.